المشهدية من الميادين، أهلا بكم وفي مشاهدها. العملية العسكرية الروسية مستمرة، ما أهدافها وأين حدودها وسط ميزان القوة الراجح لمصلحة روسيا؟ وسط مخاوف من توسع جغرافية الصراع، موسكو تؤكد أن عملياتها تمنع نشوب حرب عالمية ثالثة. وغضب غربي أطلسي من العملية وتهديد بمزيد من العقوبات، هل تتطابق الأجندة الأمريكية الأوروبية؟ هي الحرب إذن. بات الكلام للميدان مع انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وكل التساؤلات تصب في ماهية حدودها وأهدافها جغرافيا وسياسيا وميدانيا، تفادي حرب عالمية لا نشوبها. هذا ما تؤكده روسيا في مبررات عمليتها العسكرية. من وجهة نظر موسكو، الغرب الأطلسي هو من أقفل باب الحوار مع إمعانه في حوار الطرشان بشأن الضمانات الأمنية بعدم توسعه شرقا. وكما يقول فلاديمير بوتين، فقد انعدمت السبل بعدما تعاظم الخطر الأمني على روسيا. تستنجد كييف بمن تعدهم حلفائها في الغرب بعدما تركت وحيدة في الميدان، فيأتي الرد شجبا واستنكارا وتهديدا بمزيد من العقوبات، وفي حدوده القصوى تعزيز القوات الأطلسية شرق أوروبا. أمام هذه المشهدية نحن أمام سؤالين اثنين: أولا، ما سيناريوهات العملية العسكرية الروسية؟ وثانيا، كيف سيرد الغرب الأطلسي على موسكو؟ الحديث أكثر والإجابة عن هذين السؤالين ينضم إلينا الدكتور سيف دعنة، أستاذ علم الاجتماع والدراسات الدولية في جامعة ويسكنسن، وهو معنا من شيكاغو. دكتور سيف، أهلا وسهلا بك معنا. يعني رغم التحذيرات والتهديدات فعلها بوتين، لماذا؟ هل فقط للأسباب المعلنة اللي قالها؟ مساء الخير. مساء. يعني الأهداف الروسية المعلنة تحديدا محاولة أو الإصرار على منع انضمام أوكرانيا إلى الناتو لا يجب التقليل منه، هذا هدف روسي مهم جدا. السبب أن هذا يهدد ليس فقط روسيا كلها، ولكن هذا يهدد يعني موسكو مباشرة، لأن أوكرانيا على الحدود. ورغم أن الغرب كان يتحدث والناتو يتحدثون بشكل واضح أنه لا يوجد أفق على الأقل في المدى المنظور لانضمام أوكرانيا إلى الناتو، إلا أنهم كانوا لم أصروا على عدم إعلان أن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو، وبالتالي كانت روسيا تحت التهديد. ولكن حتى نفهم الصورة الأكبر، لأننا أمام مخاض هذه ما حصل هو جزء من مخاض عالمي يؤسس أو يشكل المنظومة الدولية كلها، برغم أن الحدث محصور في منطقة جغرافية محددة، إلا أنه جزء من مخاض كبير جدا منذ على الأقل 20 عاما أو ما منذ ما بعد الحرب الباردة. كانت هناك محاولات لإعادة تشكيل أو هيكلة كل المنطقة الممتدة من الساحل الغربي للأطلسي أو من الساحل الغربي الأطلسي إلى آسيا الوسطى والسابقة والسوفيتية السابقة والحدود الأفغانية الصينية، بمعنى أن كل المنطقة التي فيها الوطن العربي، فيها آسيا الوسطى، فيها الصين، فيها روسيا، هي منطقة صراع كانت. والغرب بعد انتهاء الحرب الباردة وسيادة الولايات المتحدة في المنظومة الدولية كان يحاول أن يستمر في إعادة هيكلة المنطقة بما يضمن مصالحه أو وفق مصالحه. ولكن لاحقا بدأنا نرى صعود روسي أو استرداد للعافية الروسية، بدأنا نرى صعود صيني، وبالتالي وأيضا صراعات إقليمية مثلا صعود إيران في الإقليم في 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 المنطقة في منطقة الشرق الأوسط. هذا كله بدأ يتشكل من بسببه صراع على 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 المنظومة الدولية. في هذا الصراع على المنظومة الدولية الولايات المتحدة كانت خاسرة. يعني كل المغامرات التي خاضتها الولايات المتحدة منذ الصومال وحتى أفغانستان انتهت كلها بفشل. ما نراه في الجانب الآخر عند الروس نرى نجاح. إذن هذه هي القضية. الجانب الآخر أن يعني القضية صحيح أن العمليات العسكرية تجري في إقليم دونباس في الجمهوريتين الجديدتين دونيتسك ولوغانس، ولكن في الحقيقة عيني الرئيس بوتين ومجلس الأمن القومي الروسي على دولتين أخريين وهما بولندا ورومانيا، لأن هناك أيضا هذه دول تشكل خطر على روسيا،
وفيها أسلحة استراتيجية للناتو، وبالتالي هذه باعتقادي رغم أنها ستؤثر جديا في تشكيل تشكيل المنظومة العالمية الجاري، هذا التشكيل جاري، يعني بمعنى أن المنظومة التي سادت وهيمنت عليها الولايات المتحدة ليس فقط انتهت، ولكن الولايات المتحدة في موقف أضعف في هذا الصراع. طيب ربما أسألك من الناحية العسكرية. تفضلي. أكمل فكرتك، وهنا أود الحديث معك، يعني هل يسعى اليوم لإنشاء هو هذه المنظومة بوتين؟ يعني إذا ما نظرنا، صحيح كانت الإجابات على الضمانات الأمنية سلبية من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن في المقابل مثلا أوروبا تقول والغرب أنه لا كلام عن انضمام الآن أوكرانيا إلى الناتو ولا حتى إلى الاتحاد الأوروبي، لكن بمكان ما وكأنه بوتين يربي الغرب، إذا ما استطعنا أن نقول يقطع الشك باليقين، خاصة أن التوقيت اللي كنت أتحدث عنه بالمشهد كله الآن مناسب. يعني روسيا تدرك أن هناك هجمة على روسيا عفوا منذ انتهاء الحرب الباردة، لم يلتزم الغرب ولم تلتزم الولايات المتحدة بكل الالتزامات بكل الضمانات أو الالتزامات، ومنها عدم انضمام دول شرق أوروبا التي كانت جزء من مناطق النفوذ الروسي أو مناطق النفوذ السوفيتي إلى حلف الناتو، وبالتالي هذا يشكل نوع من جدار الحماية لروسيا في مواجهة الغرب، ولكن الولايات المتحدة لم تلتزم بذلك الاتفاق ووصلوا الحدود الروسية. يعني حين نتحدث عن ليتوانيا، حين نتحدث عن بولندا، حين نتحدث عن رومانيا، أصبحت دول أعضاء كاملة في الناتو، ويوجد في بعضها أو في كلها في الحقيقة أسلحة استراتيجية تهدد روسيا. لم يكن بإمكان روسيا الرد حتى هذه اللحظة أو حتى عام 2014، بمعنى أن روسيا كانت بحاجة لإعادة بناء جيشها، كانت بحاجة لاسترداد عافيتها، بحاجة لإعادة بناء اقتصادها، وبالتالي مواجهة وطبعا عقد اتفاقيات على مستوى دولي مثل الاتفاقية التي رأيناها مع الصين التي تعزز قوة ومكانة روسيا، وبالتالي يمكن لروسيا أن تتصرف، ولكن روسيا كانت مدركة هذا الخطر منذ بداية انضمام ليتوانيا وبولندا ورومانيا إلى 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 منظومة الناتو، ولكن لم يكن بإمكانها أن تتحرك. الآن منذ عام 2014 بدأنا نرى، وفي عام 2014 حين قامت روسيا بضم جزيرة القرم أو باستعادة في الحقيقة تاريخيا جزيرة القرم، كانت القضية الجدل الذي ساد لم يكن بعد الشهر الأول في الحقيقة حول جزيرة القرم، ولكن كان حول النظام السياسي في أوكرانيا ذاتها، بمعنى أن بداية الاستعادة جزيرة القرم كانت تؤشر إلى ما هو أبعد من جزيرة القرم، وهو النظام السياسي في أوكرانيا يجب أن يعاد تشكيله وفق الرؤية الروسية بما يضمن المصالح الروسية بعيدة المدى، وبما يضمن الأمن القومي الروسي بعيد المدى، وتحديدا استبعاد إمكانية دخول الناتو إلى أوكرانيا، وخصوصا أن هناك إثنية روسية كبيرة موجودة في أوكرانيا. إذا منذ ذلك الوقت كان الحديث عن فدرالة أوكرانيا، كان الحديث عن فدرالة أوكرانيا منذ عام 2014، ولكن لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق. ولكن إذا جزء مما يحصل الآن هو حتى لو لم يصل الجيش الروسي إلى كييف، ولكن لن يتوقف الحراك سواء سياسي أو دبلوماسي أو حتى عسكري على الأقل في حدود الجمهوريتين وفيما في حوض الدونباس، إلا بنظام سياسي أوكراني يرضي المصلحة القومية الروسية. إذا الصراع هو على يعني الآن هذا جزء من هذا الصراع، وهو جزء من هذا من الصراع الأكبر الذي تحدثنا عنه. يعني هناك صراع كبير، هو الصراع على النظام العالمي، وصراع أيضا على النظام السياسي في أوكرانيا، صيغة النظام السياسي في أوكرانيا، وسيتغير هذا النظام، يعني ربما يتحول إلى ربما نظام فيدرالي. سأسألك كيف بعد هذا العرض نتحدث ربما بالتفصيل عن هاتين النقطتين، النظام العالمي والنظام السياسي في أوكرانيا. يعني الهدف اليوم أيضا لبوتين انطلاقا من هذه العملية اللي كانت بشكل مضمونة في نية لإسقاط النظام. ابقى معنا، سنتابع المجريات الميدانية دكتور سيف، وأعود إليك لتحليلها قبل استكمال الحديث معك. إذا سنتعرف على خارطة الأحداث لمعرفة تفاصيل العملية العسكرية الروسية. إذا دققنا في الخارطة نلاحظ أن العملية العسكرية الروسية انطلقت من محاور ثلاثة نحو شرق أوكرانيا وجنوبها وشمالها. محور الشرق بدأ بطبيعة الحال نحو لوغانسك ودانيتسك بالدرجة الأولى، حيث تسيطر قوات الجمهوريتين اللتين أعلنت موسكو استقلالهما على جزء كبير منهما. ومن هناك تستهدف موسكو الوصول إلى ماريوبول، المدينة المهمة المطلة على بحر أزوف.
ومن ناحية أخرى إلى مدينة خاركوف ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى لكونها ثانية أكبر المدن الأوكرانية بعد كييف. ومن القرم انطلق المحور الجنوبي نحو خيرسون والأهم نحو أوديسا المدينة الاستراتيجية، وبالتالي أمسكت القوات الروسية الحزام البحري من روستوف إلى أوديسا وتمتلك إذن الساحل البحر الأسود بالكامل. أما محور الشمال فيتركز على كييف العاصمة التي كما توضح الخارطة تتوسط البلاد بين جزئيها الشرقي والغربي بخط فاصل هو نهر دنيبر. وهنا السؤال الميداني الأبرز، إلى أين ستصل قوات الجيش الروسي؟ هل تكتفي بحدود إقليم الدونباس؟ هل تسيطر على مناطق شرق النهر فقط أي شرق أوكرانيا؟ أم تذهب إلى أبعد من ذلك؟ أعود إليك دكتور سيف، دعنا موضوع المحاور الثلاثة بالتوقيت نفسه الواحد كان مفاجئ للغرب، وبرأيك ما دلالاته؟ يعني جيد أنكم عرضتم الخارطة، لأن من يهتم المهتمين بالسياسة وبالعلاقات الدولية حين ينظروا إلى الخارطة وينظروا إلى الأداء الميداني والسياسي الروسي عليهم أن يعترفوا أن هذا أداء مدهش في الحقيقة. يعني نحن أمام رقعة شطرنج وأمام لاعب ماهر جدا، سيطرة كاملة في فعليا يعني واستراتيجية. نعم. يعني أنت ذكرت مثلا بحر أزوف، وهناك تقارير هذا الصباح، على الأقل تقارير هذا الصباح بتوقيت الولايات المتحدة، عن عمليات بحرية في تلك المنطقة، والهدف هو ربط منطقة جزيرة القرم، وعمليا هي معزولة، ربط جزيرة القرم بالجمهوريتي الدونباس وايضا بروسيا، لان هناك حاجه الى ممر، لان جزيرة القرم معزولة. هذا ينهي تماما قضية القرم التي كما قلت منذ عام 2014 في الحقيقة هي كانت منتهية بمعنى لمن ستكون السيادة. ولكن انا لم اقصد ان هناك محاولة لاسقاط النظام الاوكراني بمعنى اسقاط الرئيس زيلينسكي بحد ذاته، ولكن النظام السياسي كنظام سياسي، هناك مطالبات روسية أو توجه روسي لفدرلة أوكرانيا. السبب الأساسي أن النظام السياسي القائم الآن هو مائل للغرب، خصوصا بعد الانقلاب المرعي من الغرب والذي قاد إلى الرئيس الحالي زيلينسكي، هناك حاجة إلى تغييره. إذن الغرب كان يشكل المنظومة السياسية في أوكرانيا لتبقى تشكل تهديدا أو أداة لتهديد الأمن القومي الروسي. هناك ردة فعل روسية ترى أن الحل الجذري لذلك هو في إعادة تشكيل النظام السياسي الأوكراني، بمعنى ليس لا أن تبقى أوكرانيا كما هي الآن بمعنى النظام السياسي الموجود، ولكن أن يتم فدرالتها، وطبعا هناك استناد إلى الإثنيات. لو أردنا أن نقارن ذلك بالخطاب الغربي، هو خطاب يقارب الخطاب الغربي. يعني لو كانت أوكرانيا منطقة عربية لرأينا كل الإعلام الغربي يتحدث عن إثنيات وقوميات وأعراق وإلى آخره، ولكن لا نسمع ذلك على الإطلاق في الغرب. يعني فكرة الطوائف والمذاهب التي هذه الأدوات التي يستخدمونها في بلادنا غائبة كليا في حالة أوكرانيا. ولكن هذه القضية مهمة. إذن حسم موضوع أوكرانيا، وأعتقد أن الموضوع هو مسألة وقت بالنسبة لضمان الأمن القومي الروسي، وهي قضية لا يمكن التنازل فيها لدولة مثل روسيا، خصوصا أن لديها الأدوات سواء السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية لتقوم بذلك. ولكن أعتقد أن ما بعد ذلك هو الأهم، بمعنى أنه منذ نهاية الحرب الباردة بدأنا نشهد هجمة من الناتو، كما قلت بضم مجموعة من دول أوروبا الشرقية، وهذا جزء من محاولة استدامة النظام العالمي السياسي الذي أقيم بعد عام 1991. الآن نرى هجمة مرتدة من روسيا، وهذه الهجمة المرتدة لا أعتقد أنها بسبب مرة أخرى أن روسيا لديها الإمكانيات ولديها القدرات واستعادة عافيتها لن تقف عند حدود أوكرانيا. ربما نحن الآن بسبب البعد الإعلامي والضخ الإعلامي الكبير حول موضوع أوكرانيا، الجميع يلتفت إلى أوكرانيا، ولكن العيون الروسية بالتأكيد هي أبعد من ذلك. كما قلت، على سنرى في المستقبل حديث عن رومانيا، سنرى في المستقبل حديث عن ليتوانيا، وسنرى في المستقبل حديث عن بولندا. هذه الدول أيضا المجاورة لروسيا والتي دخلت في الناتو تهدد الأمن القومي الروسي بنفس القدر تقريبا، لكن الذي تهدد فيه أوكرانيا الأمن القومي الروسي. لكن لأوكرانيا حالة خاصة بسبب التركيبة السكانية، مكنت روسيا في هذه اللحظة من الحراك. ولكن في المستقبل، بعد خصوصا
بعد نتائج هذه المواجهة ونتائج هذه المواجهة كما يظهر حتى الآن وكما يتوقع أغلب الخبراء لن تكون إلا للصالح روسيا، وبالتالي نتيجة هذه المواجهة الآن في أوكرانيا ستكون مؤثرة جدا في المواجهات القادمة أو في الحراك القادم الذي سيستهدف دول أخرى في أوروبا الشرقية لضمان الأمن القومي الروسي. وهذا يعني مرة أخرى أن هذا المخاض، مخاض تغير النظام العالمي وتشكل النظام العالمي الجديد، بدأ يتسارع، وربما تكون أوكرانيا كما كنا نقول عن سوريا منذ فترة، ربما تكون أوكرانيا أحد أهم الجولات التي ستقود إلى تبيان مع أو توضيح معالم. قلت لي أنه مسألة وقت إذن ربما هي أحد المفاتيح أوكرانيا. كيف حيكون شكل المواجهة دكتور سيف بالوقت اللاحق بمسألة الوقت اللي كنت تتحدث عنها وصولا إلى هذه المناطق اللي تتحدث عنها؟ انطلقنا الآن من أوكرانيا، ماذا بعد ذلك؟ شكل المواجهة بما أنه نحن نتحدث عن قدرات روسية أصبحت هائلة والكل يعرفها، يعني العدو قبل الحليف. يعني رأينا استعراض قوة من الناتو، ولكن هذا استعراض القوة انتهى ب ب ب ب انتهى كدليل ضعف في الحقيقة، لأن ما يحصل وخصوصا بعد خطاب الرئيس بوتين، كل ردات الفعل الغربية وكل ردات فعل الناتو تمحورت حول قضيتين، وسنرى هاتين القضيتين. القضية الأولى قضية عقوبات، وهناك قانون في الكونغرس يتم تداوله يسمى قانون أم كل العقوبات، يعني يتحدثون عن عقوبات كبيرة جدا، رغم أننا رأينا عقوبات ضد إيران سميت العقوبات القصوى وإلى آخره. الجانب الآخر هو وهو ما ساد في الحقيقة منذ 2014 ومنذ الانقلاب لاحقا في أوكرانيا أو في تلك الفترة، وهو دعم المجموعات وخصوصا المجموعات النازية، المجموعات ميليشيات مسلحة نازية في محاولة لاستنزاف روسيا. أعتقد أن الروس لديهم معرفة جدية وكبيرة بما يحصل في أوكرانيا، وبالتالي لم يقدموا على هذه الخطوة وهم يعرفوا أن أوكرانيا يمكن أن تتحول إلى أفغانستان. أوكرانيا ليست أفغانستان كما يراها الروس. ولكن هناك قضية لافتة، أنه في شهر ديسمبر في نهاية العام الماضي تم التصويت على قرار في الأمم المتحدة لإدانة النازية ولإدانة اللغة النازية، وهو قانون يتم أو قرار في الأمم المتحدة يتم التصويت عليه سنويا على الأقل منذ عام 2018. اللافت أن دولتين فقط صوتتا ضد هذا القرار، الولايات المتحدة وأوكرانيا. وطبعا هناك تفصيل وشرح لوزارة الخارجية الأمريكية لماذا من أي ناحية تم التصويت. لافت لأنه لا يمكن أن يكون هناك في عام 2022 أو 2021 نهاية عام 2021 من يعترض على قرار للأمم المتحدة وتؤيده كل دول العالم، يرفض النازية ويرفض اللغة النازية والفكر النازي. أوكرانيا كانت رفضت هذا القانون والولايات المتحدة أيضا، والسبب هو أوكرانيا، لأننا سنرى على الأغلب تعامل مع هذه المجموعات، لأن الغرب والولايات المتحدة والناتو لن يتورطوا في مواجهة مباشرة مع روسيا. هذا لا يعني أن الغرب والناتو هي ضعيفة، هي قوية جدا وربما بالمقاييس العسكرية هي أقوى من روسيا، ولكن في مواجهة من هذا النوع لا يوجد قوي درجة أولى وقوي درجة ثانية، وبالتالي إذا لا يريدون المواجهة اليوم، يعني كل هذه التهديدات ماذا؟ هي فقط ستقف عند العقوبات؟ كما قلت حتى الآن ما يظهر هو عقوبات ومحاولة لاستنزاف روسيا في أوكرانيا عبر دعم مجموعات مسلحة، المجموعات النازية تحديدا، الميليشيات النازية التي تشكلت في أوكرانيا منذ فترة الانقلاب، وهذه حدودها. القوات الأمريكية عسكريا يوجد 5000 جندي أمريكي، يعني بعد تعزيزهم ب3000 جندي يوجد 5000 جندي أمريكي في المنطقة. هذه لا تصلح كعدة للمواجهة مع روسيا. هذا ضعف أم تكتيك أم ماذا؟ ضعف أم تكتيك؟ لا يمكن للولايات المتحدة. وهل قادرة أن تتخطى روسيا؟ هل قادرة أن تتخطى أم سيؤثر فيها؟ يعني هذا لا يشكل تهديد على روسيا، ولكن القضية الأساسية أن الناتو والولايات المتحدة لا يمكن أن تقدم على قرار بالمواجهة العسكرية مع روسيا. هذا يعني سيقود إلى شتاء نووي في الحقيقة، سيدمر كل الكوكب، وبالتالي هذه أحد نقاط قوة روسيا. يعني روسيا ليست أي دولة أخرى يمكن للولايات المتحدة أن يعني روسيا ليست العراق 1991 التي يمكن للولايات المتحدة أن تقوم بتدميرها وإعادة تركيبها وفق مصالحها كما أرادت في تلك الفترة. روسيا دولة مختلفة، وكما قلت
الرئيس بوتين لم يقدم على هذه الخطوة، والحكومة الروسية لم تقدم على هذه الخطوة إلا بعد أن استعادت عافيتها واستعادت وأعادت بناء قوتها العسكرية والاقتصادية. بمعنى أن روسيا مدركة لهذه الأخطار في الحقيقة منذ منتصف التسعينيات، يعني ليست القضية جديدة بالنسبة للروس، ولكن لم يكن بإمكانهم التحرك حتى يكونوا جاهزين. هنا يعني من السؤال بالميدانيات، السيطرة على تشيرنوبيل كيف قرأتها؟ يعني هناك من يعتبر هنا بالصحافة على الأقل، ولكن أنا لا أعتبر أن هذه القضية مهمة. أن أحد أخطاء الرئيس الأوكراني زيلينسكي أنه أعلن في المؤتمر الصحفي أن أوكرانيا ستقوم بامتلاك أسلحة نووية، وأن هذا ربما يكون أحد طرق حماية أوكرانيا من روسيا. طبعا الدبلوماسية الروسية استخدمت ذلك، ونفس الخطاب الغربي في الحقيقة، وهذا ما يجعل الغربيين في موقف ضعيف، لأن روسيا تستخدم تقريبا أو تحاول استخدام في بعض الحالات رغم اختلاف الظرف واختلاف الحالة ذات الأدوات. وبالتالي من غير المسموح لأوكرانيا أن تمتلك أسلحة نووية. بمعنى أن تصريح الرئيس الأوكراني وضع أوكرانيا في موقف ضعيف وأعطى روسيا تبرير أقوى. وهذه إشارة أن روسيا لن تسمح بوجود أسلحة نووية على حدودها. لذلك قلت أن القضية أبعد من أوكرانيا، لأن الأسلحة الاستراتيجية واضحة ليست في أوكرانيا فقط، ولكن في مناطق أخرى. هناك قضية مهمة، يعني لو سمحت لي بشكل سريع فعلا نشار عليها، لأننا كعرب كيف يجب أن ننظر إلى الموضوع. هناك قضيتين تجلتا وتم تجاهلهما كليا في الحقيقة في الإعلام. القضية الأولى هي قضية الحدود، وهي مهمة بالنسبة لنا نحن العرب، أن الحدود ليست أبدية، وأنه حين تفرض المصلحة يمكن كسر الحدود، وما قامت به روسيا هو كسر الحدود. ولكن في الحالة العربية هناك دعاية تحاول تأبيد الحدود بين دول الوطن العربي وإلى آخره. وقضية الحدود مهمة، لأن التقسيم هو أحد أدوات الهيمنة. الجانب الآخر هو قضية القانون الدولي التي استخدم دائما، وما يسمى الشرعية الدولية، كأداة وسلاح ضد العرب. رأينا أن حين تكون قوي كما هي الحالة الروسية وتستطيع أن تحقق أن تحدد أهدافك، أهداف المصلحة القومية والأمن القومي، ولديك القوة لتنفيذها، لا لن يكون هناك قوة فعالة لما يسمى القانون الدولي الذي قام بوضعه الغرب بما يتناسب مع مصالح الغرب. وبالتالي يمكن أن نتعلم من هذه التجربة كعرب في مواجهة التحديات التي تواجهنا، خصوصا في الحدود واستخدام القانون الدولي والشرعية الدولية ضدنا في كل الأحوال. نعم، ابقى معنا دكتور سيف. الميزان العسكري بين روسيا وأوكرانيا راجح بنسبة كبيرة جدا لمصلحة موسكو. نتابع ما أبرز قدرات الجيشين ونعود. سيف، سؤال أخير ربما يجمع أكثر من موقف، وأود منك يعني إجابة مختصرة وسريعة. وأيضا في بالعاجل بايدن طرح عليه هجوم سيبراني على روسيا، يعني بالإضافة إلى العقوبات الآن نحن أمام هجمات سيبرانية. نيوزويك تحدثت عن مسؤول في الناتو، الساعات 24 الأولى هي الأخطر، وسقوط كييف يعني يبدو محتملا. وأنهي معك بما قالته المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن هذه ليست بداية حرب، إنما محاولة لمنع حرب عالمية. أمام هكذا قدرات قد نفهم ربما هذا الكلام للمتحدثة الروسية، كيف يمكن بما يجري درء حرب عالمية ثالثة؟ يعني منذ البداية كانت هناك حملة إعلامية، الإعلام استخدم كأداة حرب أساسية. السبب أن ليس فقط أن الإعلام دائما يستخدم كأداة حرب،
مؤخرا، ولكن لأن الخيارات الأخرى، الخيارات الغربية الأخرى تحديدا الخيار العسكري غير متوفر. ما هو متوفر هو الخيار الاقتصادي والخنق الاقتصادي والعقوبات، ما هو متوفر محاولة استنزاف روسيا كما قلت عبر الميليشيات النازية وإلى آخره، وبالتالي لا يوجد هذه المواجهة. ولكن كانت هناك محاولة للتهويل والتخويف مما من طبعا، وهناك محاولة الآن لشيطنة الرئيس بوتين وتوصيفه بهتلر وكل وأنه نازي وإلى آخره، رغم أنه تحدث بوضوح انه سيواجه النازيين في اوكرانيا. وبالتالي هذه جزء من محاوله التهويل في الحقيقه، حتى راينا ان الاوكرانيين انفسهم وبعض الوزراء الاوكرانيين انتقدوا الخطاب الامريكي منذ البدايه، لانه قاد الى الرعب والخوف داخل اوكرانيا من عن محاولات عن مشاريع غزو روسي لاوكرانيا. هذا جزء من الحرب الاعلاميه في الحقيقه، ولن يقود الى حرب عالمية. أوكرانيا لن تقود إلى حرب عالمية. الغرب يعني سواء الوضع السياسي، الوضع الميداني أو العسكري بالنسبة للغرب في كل شرق أوروبا لا يمكنها من مواجهة روسيا في هذه اللحظة. مرة أخرى، هذا لا يعني أن الناتو والولايات المتحدة ضعيفة، هم أقوياء جدا، وكما أشار رأينا على الشاشة الجيش الروسي هو الجيش الثاني من ناحية القوة بعد الجيش الأمريكي، ولكن هذه المقاييس تسقط كلها حين تتواجه قوة كبرى. وبالتالي مر علينا أن نكون حذرين، هناك أداء يعني روسيا لا تمتلك الأدوات الإعلامية التي تمتلكها الولايات المتحدة ويمتلكها الناتو والغرب. يعني من يشاهد، وأنا سأذكر ذلك بسرعة، من يشاهد CNN، فوكس نيوز، وهم في الحقيقة غير متفقين في أغلب الأحوال، يشاهد الجزيرة، يشاهد العربية، يشاهد فرانس 24، يشاهد كل القنوات سواء غربية وحتى القنوات العربية، سنرى خطاب واحد وموحد، وهو خطاب يهدف المصالح، يهدف لخدمة المصالح الغربية وخدمة مصالح الناتو. وبالتالي روسيا ليست لديها هذه الأداة التي في الحقيقة هي أداة مهمة في الحرب، ولكن طالما أن القوة الميدانية موجودة هذا سيحسم كل شيء. هي أهم من القوة الإعلامية في النهاية، لأن الحرب ستخاض على الأرض وليس في الإعلام فقط. شكرا لك دكتور سيف دعنا، أستاذ علم الاجتماع والدراسات الدولية في جامعة ويسكنسن، كنت معنا من شيكاغو. مشاهدينا، بهذا تكون اكتملت المشهدية لهذه الليلة، نلتقي غدا بنفس التوقيت. شكرا دائما لطيب المتابعة وإلى اللقاء.